رمضان على مزيكا فم. وقتاش يحل الفريب برشا يتسألوا راه الفريب بالنسبه للفريب فما خاطر احنا تو الملابس الجاهزه ترجع تشتغل ان شاء الله نهار 11 ماي بيان سور باش معناها خاطر نعتبروه حيوي في البريود هذيك للعيد وكل ومحضرين كيف كيف ادله الوقايه كيفاش باش نعملوا بالنسبه انا راجعين لهم ادله الوقايه قولي الفريب بالنسبه للفريب مازال الاختيار بالنسبه للدات اسكو يرجع ل 11 مي والا لو 29 مي مازالش ما تم طيب. ما تمش الاختيار ولا 29 طيب جدا شخص نجم يسمعنا اليوم يقول علاش مال الفريب عليه نقطه تساؤل والحق والحال انه زاد الفريب يخلي برشا ناس تشري زاد حوايج ويخلي يعني مصدر الملابس برشا ناس في تونس اي لا لا هو اني قلت لك ممكن الفريب يكون الوضع الاجراءات معنى على اعتبار اللي بوتيك منظمين اكثر معنى النجم بو لي سيبلي اكثر معنى لو فيزافي نتاعنا معنى التباعد الاجتماعي التنظيف وغيره نجم تسهل لي بوتيك صغار معنى فريب باش يعطيك شنيا ضمان ما فماش حتى تيكيت كاس معناها ولا فاتوره دونك هذا الكل معناها يؤخذ بعين الاعتبار معناها في خاطر احنا القطاعات توا اللي مش تفتح ان شاء الله معناها لي ميزور داكومبانيمون سون لا وحاضرين ونعرفوه بالنسبه للفريب الامر فيه معقد اكثر شويه.